كاميرتنا الحقيقة زي ما بترصد الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية، كان لازم برضو نلقي الضوء على الأيدي العاملة ورحلتهم من البداية لحد دلوقتي في العالمين الجديدة. خلونا نشوف تقرير بيتكلم عن الموضوع ده ونرجع نكمل كلام. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصة لفعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين. احنا معاكم دلوقتي من على الممشى القديم ومعايا عم ايمن. ازيك يا عم ايمن؟ اهلا وسهلا. عاملة ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله يا رب دايما. انت منين يا عم ايمن؟ انا من محافظة جينا. بتعمل ايه هنا في مدينة العالمين؟ بشتغل هنا واخد بالك، بس هنا ايه يعني زي واخد بالك النهارده قدست من الشغل عشان اقعد البحر كده واستمتع بالجو الجميل النهارده، بستمتع بالمناظر الجميلة اللي بقت في العالمين هنا والمناطق الجميله اللي بقت فيها وقرى الصحيه، لانه المكان ده كان في الاول يعني ما فيش يعني عمار قوي، يعني كنا نشتغل هنا الاول ما فيش عمار، بس كده بقت العمار حلو هنا والجو جميل، وبقت هنا برضك يعني السياحه حلوه والشواطئ حلوه. فانا من هنا من الساعه مثلا من الصبح كده قعدت حد المغرب في البحر كده. بتشتغل ايه هنا يا عم أي؟ بشتغل في يعني كده في المعمار كده في الابراج وفي الحداده والنضاره وكده. يعني بقالك قد ايه شغال هنا؟ بقالي يعني هنا يعني بادي كل سنه كده يعني من نواحي كده من 2017. 2017؟ طب لا ده انت احسن واحد بساله بقى ايه الفرق ما بين 2017 ودلوقتي؟ لا احنا ديت المكان ديت في 2017 هنا كانت ما فيش ابراج خالص، واشتغلنا في الابراج دي، كانت الابراج دي ما فيش حاجه هنا واصي، كانت صحراء دامدي، وكانت في صعوبه معانا او في الحياه هنا، كنا بنلقى صعوبه في الاكل في الشرب في النوم. فبعد كده استحملنا ايام صعبه جدا يعني، بس مع تكرار الايام والعمار وكده وبتاع ابتدت تتغير الدنيا. ابتديت بقى تشوف نتيجه شغلك ببساطه. قلت انت نزلت البحر. نزلت البحر فين بقى؟ نزلت في البحر في الشط القدام هنا في المداني. ايه رايك فيه؟ جميل جدا، جميل والاستمتاع جميل برضك هنا، وبعد كانت الناس يعني خد بالك كلها مبسوطه مع بعضها هنا، وتحس انه كده الناس كلها مبسوطه فرحانه، فده بيديك احساس انك انت كده بتحب انك انت الدنيا كده ايه حلوه قدام عيونك. طب قول لي يا عم ايمن، نفسك لو هتحضر حفله هنا تحضرها لمين؟ نفسك تسمع مين؟ انا ممكن احب اسمع برضك يعني محمد منير. محمد منير كان موجود؟ قلت لي غير محمد منير؟ لا ومثلا برضك يعني احمد سعد شويه يعني احب اسمع له يعني. حد تاني تحب تسمعه وتحب تشوفه هنا؟ احب اشوف والله كل يعني انا بالنسبه للفن يعني عامة انا يعني بحب الفن والغناء القديم والغناء الجديد برضك كويس يعني، بس بحب محمد منير لانه محمد منير قريب من الطبقه الشعبيه بتاعتنا يعني. كده كان موجود، هو اول واحد، هو اللي افتتح حفلات المهرجان. عم ايمن انا مبسوطه جدا انت كنت معانا النهارده، ويا رب تتبسط اكتر واكتر، وربنا يديك الصحه. شكرا. الله يخليك ويبارك لك. شكرا يا عم ايمن.